هل تعلمت من الوزير الدخول إلى هنا من دون إذن؟ لما لم تستأذن؟ أرجو أن تصمت درويش أكشا. أنتم امتحنتموني بألم أمي، قلتم إنها ماتت، في حين أن المغول تهموا سوغوت بسبب عثمان. ماذا أقول لكم بعد الآن؟ لا تقل شيئا سيد غوندوز، لأنه منذ فترة لا يخرج كلام خير من فمك. تحدثت مطولا كي لا يطالكم أذى، هل تعلم ذلك؟ أراد جيخات هدم المكان فوق رؤوسكم. هل تعلم بماذا وعدته شيخي؟ ألا ترى الحالة التي جعلتموني عليها؟ ليت دماءنا سالت بدل أن تقلق على أرواحنا فتحني رقبتك للظالم، بدلا من أن تحترم الباطل بسبب القلق على الروح، كان عليك أن تتخلى عنها على طريق الحق. فلتعتبروني إلى جانب الباطل، ربي يعلم نيتي. إن تكابر أكثر وتخرج عن كلامي سأقوم بما لا أرغب به لتحقيق الطمأنينة. دستور شيخي. ماذا ستفعل سيد غوندوز؟ ألم يكفك بعد ما فعلته؟ يا سبحان الله، الأعمال التي تقومون بها وفق لمزاجكم وأهوائكم، ترمي بسوغوت إلى النار. لما لم ترى أنت النار التي في قلوبنا ولا زلت تتهمنا إلى الآن؟ لا يسعني إلا الدعاء لك. أين هي أمي؟ سأراها. أمي لا تود أن تراك. هل كنت معنا في إيصال الخبر إلى الإمبراطور فقط؟ أم أنك معنا في الحرب أيضا؟ أنا لست حامل أخبار أخذها وأوصلها فقط يا سادة، أنا حاكم ولا يزال لدي قائدان وفيان، قائدان يعنيان بوحدتين كبيرتين، سأمرهما بالانضمام إليكم. أنت تدرك مدى حجم الموضوع صحيح روغاتوس؟ حتى إن فهمت أنت، لكن ماذا عن جنودك؟ هل يدركون هذا أيضا؟ سيحاربون للمرة الأولى إلى جانب الأتراك وليس ضدهم. أنت تتحدث عن من يفضلون الموت على الاستسلام للمغول. أظن أن الاتحاد مع الأتراك أفضل من الموت. لكن فلتكن على يقين من وفائهم. سأعتبرك مسؤولا عن أصغر خطأ. لن يحدث خطأ، سنقتلع الأعين التي وضعت على أراضينا.
وآمل ألا يحين دور بعضنا بعد ذلك. الوقت سيكشف ذلك، فلندفع المصيبة عن أنفسنا أولا. تعالوا. أنت كن مع القادة يا روغاتوس. لا تتحرك، لا تلمس، قد يوجد فخ آخر. لاحظ الفخاخ، لديهما مهارة، وإلا فك الفخ، سنرى من يكون هذان الاثنان. سيدي، هذان البطلان اللذان قاما بحمايتنا سابقا. سيدي، وران، وران، فككته سيدي. سيدي أخي، هل أنت بخير؟ الحمد لله سيدي، أنا بخير. أخي كونور، ماذا تفعل هنا؟ أخبرني لماذا أتيت إليه؟ رأيت الحقيقة سيد عثمان. ما لم تره في البداية، ما الذي جعلك تراه لاحقا؟ أخبرني لنرى. الوزير حاول قتل النساء سيد عثمان، وأنت خبأت وجهك وذهبت لمساعدة النساء، أليس كذلك؟ سأكون معك بعد الآن.
نحن لا نملك سريرا مريحا أو طعاما ساخنا كالوزير، وليس لدينا مقام في الدولة. نحن الطعام لدينا موجود هنا هكذا. القلب يقوى في المصاعب وفي السهولة يضعف. أنا معك سيد عثمان.